وإن مما شرعه الله سبحانه وتعالى في شهر ذي الحجة الأضاحي التي هي سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأضاحي شعيرة من شعائر الله، وما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى في يوم النحر بأحب إليه من إراقة دم. وهذه الأضاحي يشترط فيها شروط، منها أن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تبلغ هذه البهيمة السن المعتبر شرعا، ففي الإبل 5 سنين، وفي البقر 2 سنين، وفي الماعز 1 سنة، وفي الضأن 6 أشهر. ومن الشروط أيضا أن تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي 4 لا غير، حصرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كما في حديث البراء بن عازب: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. أخرجه أصحاب السنن وهو حديث صحيح. فقال رجل للبراء بن عازب: إني أكره أن يكون نقص في الأذن أو في القرن. فقال رضي الله عنه: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. فهذه 4 لا تجوز في الأضاحي أبدا، ويقاس عليها ما هو أفحش منها عيبا، فقوله عليه الصلاة والسلام: في كل عيب من هذه العيوب البين. البين يفيد أن العيب إذا كان غير بين فإن الأضحية تجزئ. فالعوراء البين عورها التي نتأت عينها أو غارت عينها، هذه هي التي لا تجزئ. أما إذا كانت عوراء وعورها غير بين فإنها تجزئ مع الكراهة. ومن الشروط أيضا في الأضحية أن تقع في الوقت المحدد شرعا، وهو ما بعد صلاة العيد، والأفضل أن يكون الذبح بعد الخطبتين تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم يطعمه أهله، وأما من ذبح بعد الصلاة فإن ذبحه نسك أصاب به سنة المسلمين.